المقابله فهو انتصار بالنسبه لنا مهم. اول مقابله في عصبه الابطال دور المجموعات كتفتح لك افاق انه تاهل للادوار المواليه. كان لزاما علينا اننا اليوم اول حاجه نفرحوا الجماهير ديالنا اللي صبرات علينا وعطاتنا واحد الفرص اللي هي عديده. فاليوم ما كانش عندنا خيار وما كانش عند المدرب خيار الا الانتصار، خاصه بان عصبه الابطال اول حاجه خصك تربح في الميدان ديالك وتقلب على نتائج ايجابيه خارج الميدان. فالحمد لله ربي وفقنا اليوم، وكنظن بان هذا الانتصار غيعطينا واحد الاريحيه باننا نهيئوا المقابلات المقبله فواحد الجو اللي هو مزيان، خاصه عندنا انتدابات اللي هي جديده واول لقاءات ديالهم، مازال كيتاقلموا مع الاجواء، مازال كيتاقلموا مع اللاعبين. فكنتمنى اننا نكونوا عند حسن ظن الجماهير ديالنا ونفرحوهم، وهاد اللعابه هما يكونوا عند حسن الثقه اللي وضعنا فيهم ويعطيونا واحد المردود يكون ايجابي ان شاء الله. فعطيناهم اليوم فرصه، بينوا بان عندهم مؤهلات. بطبيعه الحال المردود ما يمكنش غتاخذ 100%، ما عطاوش هما المردود ديالهم 100%، خاصه يلاه كان كابونغو كان عنده تربص مع المنتخب الكونغولي في البحرين، فجاء بادي بانغا كان عنده واحد التوقف ديال واحد المده اللي هي طويله، ومروان فخر اول مشاركه ديالو في كاس عصبه الابطال. فكنظن ان المردود ديالهم كان مردود اللي هو مقبول، وكنتمنى انه المردوديه تزيد تطور ان شاء الله، وماشي مغامره لان كاين مدرب. كنظنش ان غنجيبو، ما مسموحش لينا نجيبو لاعب اجنبي ولا لاعب افريقي ونخليوه تيقنعنا 100% عاد ندخلوه. فاحنا خدينا على العاتق ديالنا اي لاعب اي انتداب جا الا خصو يعطي الاضافه لنادي الرجاء الرياضي، والا لا داعي لانتداب هذا اللاعب. بطبيعه الحال لان كان خطا، لان مارك فيلموس في كاس السوبر الافريقي اللي عملنا ضد الاهلي المصري، فكنا طلبنا ان التاهيل ديالو، تم التاهيل ديالو في النظام المعلوماتي ديال الاتحاد الافريقي لكره القدم، اضافه اللي هو الستاف ديالو، وكانوا اربع انتدابات اللي هما حركاس بن جديده كوياطي وحميده حداد. نفس الوقيت اللي اهلنا في هاد اللاعبين فاهلنا فيها المدرب والطاقم التقني ديالو. كنتفاجئوا حنايا في الاجتماع التقني بان كيقول لك المسؤولين على الاتحاد الافريقي بان فيلموس والطاقم ديالو غير مؤهل. استفسرنا على الامر، قال لك بان خصنا نطلبوا التاهيل ديالو في عصبه الابطال، ما جاتنا حتى شي مراسله للاسف، ولكن كاينين اللاعبين اللي اهلناهم ومازال مؤهلين منهم بن جديده. فكنظن بانه كان خطا مشترك. الناس الاداريين ديال نادي الرجاء الرياضي خصهم يتحملوا مسؤوليتهم في هذه المسائل هذه، لان لا يعقل نادي كنادي الرجاء الرياضي صوره لا تشرف صراحه، ما عجبتناش. ولكن هذا خطا ماشي كنتعلم منه، خطا خصنا نعرفوا لا سورس ديالو شنو هي، لان الاتحاد الافريقي كيتحمل المسؤوليه في هذا الخطا، خاصه ان الطاقم التقني كان ديجا مؤهل في المقابله ديال الاهلي. وكنظن الاستاذ انيس في الحمله ديالو هو واعد الجماهير الرجاويه بواحد الفريق اللي هو قوي تنافسي، واحد الفريق اللي كيلعب على الالقاب، فما مسموحش لينا حنا ان كنقولوا البناء، ولكن البناء مع تحقيق الاهداف. انا شخصيا كرجاوي ماشي كناطق رسمي، فما كنقبلش ان نادي الرجاء الرياضي ما يلعبش ادوار اللي هي طلائعيه. فالاهداف اللي كنقولوا للجماهير ديالنا هو ان غنلعبوا على الالقاب، واي لاعب ولا مدرب ولا مسؤول غيجي الراجل وما قادش يلعب على الالقاب، فمن الاحسن اللي يقلب على شي فريق اخر. ما كنتحمل المسؤوليه الا اننا باغيين نبنوا واحد فريق قوي، ودرنا انتدابات وسمحنا فيهم وصبروا معنا الجماهير، وكنعتذروا لهم على لان دوزنا واحد الفتره ديال الفراغ ما كناش راضيين عليها، ولكن كنتمنى اننا نكونوا عند حسن الظن ديالهم. حتى حنا رجاويين، حتى حنا عروقنا ودمنا كيجري فيهم الدم الرجاوي، كنبغيو انتصار ولكن فوق طاقتك لا تلام، وكنتمنى اننا نفرحوهم ونسعدوهم.